فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان شخص لديه إبل من السلالة الجيدة والغالية الثمن، إذا كان شخص عنده إبل من السلالة الجيدة والغالية، هل يجوز له أن يشتري إبلا من السلالة العادية ويخرجها لأجل الزكاة عن إبله الغالية؟ يخرج من المتوسط، بين الغالي وبين الرخيص، المتوسط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان ماله مختلط من جيد وردي، يخرج من المتوسط، لا يخرج من الجيد ولا يخرج من الردي، من المتوسط. أما إذا كان ماله كله جيد يخرج من الجيد، إذا كان ماله كله ردي يخرج من الردي، إذا كان ماله كله متوسط يخرج من المتوسط، يخرج مما عنده. نعم.